على إثر معلومات واردة إلى وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في مصغانم، مفادها قيام مركبة مشبوهة بتمرير كمية من المشروبات الكحولية نحو إقليم ولاية مصغانم قادمة من ولاية وهران. على إثر هذه المعلومة تم وضع نقطة تفتيش بالطريق الوطني رقم 17 ألف من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرناكا لغرض توقيف المركبة المشبوهة شاحنة مبردة نوع هيونداي التي كانت محملة ب 6636 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام ذات صنع أجنبي ومحلي بقيمة مالية تفوق 200 مليون سنتيم، إلا أن سائقها رفض الامتثال للتوقف مواصلا السير باتجاه مدينة مصغانم. وبعد التنسيق مع وحدات المجموعة تم تحديد مكان تواجد المركبة المشبوهة بأحد أحياء عاصمة الولاية، أين تم وضع خطة محكمة وتوقيف السائق واقتياده نحو مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرناكا للتحقيق معه. بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص عن الوقائع أعطى تعليمات بحجز المشروبات الكحولية ووضع المركبة بالمحشر مع إنجاز ملف قضائي وتقديم المعني فور الانتهاء من التحقيق. ومن أجل محاربة أنا أقول لك مش كيف